سنطلع ناخذ اول مثال مثلا انا ماخذ هون الاكزامبل الاول رقم واحد انا حاطط هون فيس ريكوجنيشن تمام مش بروسيسنج هنا الاوفيس مثلا انا هون اكدت انه اوفيس انفايرمنت مثلا ممكن يكون هذا مثلا على الجوازات او الحدود فرضا نعمل هذا او يكون عندي مثلا في بنايه في مبنى انا مركب كاميرات واذا ناس بمروا في هذا المبنى بدي اعمل له سجن يمكن سجن مثلا وبدي اعمل فيس ريكوجنيشن اعرف هذا الشخص موجود او مر من هون او شيء زي هيك مثلا ممكن يكون نمبر بليت بس نمبر بليت للسيارات رح يصير إشي مختلف لأنه الانفايرمنت اللي بده ينحط فيه مختلف ممكن سرعة الاستجابة بتكون كريتيكال مور كريتيكال بس لو احنا فرضنا فيس ريكوجنيشن هلا الحقيقة يمكن أفضل مثال على هذا التايم مش كريتيكال أو السبيد مش كريتيكال مظبوط يعني لو جاوبني خلال ثانية أو ثانيتين أو 30 ثانية بقدر أتحمل السبيد إز نوت كريتيكال في عندي بروسيسنج عالي مظبوط سيجنال بروسيسنج عالي الانفايرمنت مش هارش انا بقول ايش انسب شيء ايش تتوقع انسب شيء بي سي هلا اذا بدينا ننتقل لشيء ثاني زي هيك مثلا لو صار عندي سرعه الاستجابه بدها تكون سريعه مثلا بعرفش ايش مثلا فيس ريكوجنيشن هل مثلا بده بس الاقي هذا الوجه مثلا اشغل الكاميرا فالاستجابه بده يكون البروسيسنج يتم خلال مثلا 200 ملي سكندز او 300 ملي سكندز اذا الانفايرمنت انا حاطه فيه هارش انفايرمنت مثلا حاطه انا في كاميرا وكاميرا مسلطه على سيارات وعمالها بتاخذ مثلا نمبر بليت بتطلع الرقم او حتى وجه السائق مثلا بدي اطلع وجه السائق وبدي استجيب بسرعه بس بدي احطه في انفايرمنت مفتوح يمكن وقتها بدي افكر بشيء زي هيك يكون شيء سريع يعطي يعمل لي هذا البروسيسنج مثلا يعطيني توقع نظام المخالفات تبع الشوارع دي اس بي سريع جدا تمام لانه باخذ النمبر بليت مش هيك رقم السياره بيطلعها ولا هل هو باخذ رقم السياره بصور الهاي وبعدين حد هيومن بيطلعها انا ما بعرف يعني هل هو بس بصور الصوره بقول انه الصوره رقم 3 في الوقت هذا كان مسرعه مثلا اكثر من 10 كيلومتر بالساعه وبعدين شخص بيقرا الهاي انا ما بعرف ايش بس انا اللي بعرفه في بعض دول موجود فيها السيستم اوتوماتيكيا بدخل الهاي والكاميرا اوتوماتيكيا بتطلع النمبر بليت تقول السيارة هاي مرت من هاي أمام هاي الكاميرا إذا هاي أول مثال ناخد تاني مثال واشينج ماشين عندنا واشينج ماشين رح نعمل منها أعداد كبيرة جدا واشينج ماشين ما بدها ذكاء عالي حتى يعني الانواع المتطوره اللي فيها هاي ما اظن بدها اشياء متطوره جدا عمليا هي سايكل هي بروجرامبل سايكل بختار سايكل معينه وبمشي بهاي السايكل بسخن لفتره زمنيه معينه مثلا المي في سنسر بيرجع بعطيني درجه الحراره انها وصلت ولا ما وصلت فما عندي بروسيسنج كثير not too much ما في too much processing هلا ايش احد المشاكل الرئيسيه عندي هون السبيس مزبوط بدنا إشي كومباكت يكون وبدي أعمل منه أعداد كبيرة جدا هذا احتمال هذا إني أروح على مايكرو كنترولر ممكن أفكر إني أستعمل FPGA ممكن أفكر أستعمل FPGA وأعملها ماسك بس عادة رح نستعمل إشي زي مايكرو كنترولر هلا الحقيقة ما رح تكون هي مايكرو كنترولر تتكرر رح يصير ينعملها زي ماسك وينعمل عدد كبير جدا منهم لانه هو مكرر فما راح اجيب مايكرو كنترولر اولى وابرمجها واحط فيها الكود والثانيه والثالثه راح يكون في عندنا شيء راح يتكرر بشكل كبير فممكن يكون عندي انتجريتد سيركت اعملها بيرنينج في بروجرام واحد وتضلها تتكرر والسبيس بروبلم فما بقدر هذا يستثني طبعا بي ال سي وبي سي ما فيش حاجه وما في معنى الكوست راح يكون عالي لانه عندي عدد كبير جدا نفس الشيء اير كونديشنر نفس الشيء عندنا ما بدنا بروسيسنج كثير رغم انه بعضهم صار فيه مثلا فازي لوجيك
لكن احنا بشكل عام عم نقول هون space is a problem. بدنا اياه يكون compact. في عندنا large numbers فبدنا ننزل الكوست. لما نختار كمان نفس الشيء هون مايكرو كنترولر ممكن نفكر فيه زي ما حكيت FPG. ووتر بامبينج سيستم. هلا عندي ووتر بامبينج سيستم في لوكال ستيشن. يعني هذا راح يكون مثلا في عندي هون منطقة فيها خزانات مي، خزانات المي راح يكون احتمال فيها سكادا وتكون مربوطة في مركز رئيسي، وفي لها كنترولرز لوكال كنترولرز مع فيربل سبيد درايفز وبامبس، وبتتحكم في مستوى المي، فيها سنسرز ممكن تبرمجها. العدد قليل. هلا هون عندي نمبر اوف سيستمز بتكون سمول، يعني اقل من 10 مثلا، يمكن يكون 3 أو 4. الانفايرمنت، ايش الانفايرمنت راح يكون هون؟ احتمال كبير يكون هارش انفايرمنت، تكون نفس الغرفه اللي فيها المضخات وفيها التنكات المي. اذا انفايرمنت هارش. سبيس مش مشكله كبيره، ها؟ وبروسيسنج قليل. ايش احتمال نستعمل هون؟